يعني كالعادة بكل هدوء مارسيل كولر بيوصف الحالة، بيوصف الحالة، حالة الحزن وحالة يعني الغضب قد تكون بعد المباراة اللي فاتت، وبتكلم ان احنا اتكلمنا على المستوى، على مستوى اللاعبين ورفعنا عنهم الضغوط ورجعنا الثقة للاعبين. دي جزئية. الجزئية التانية الراجل بيقول ان احنا فعلا لو كنا احرزنا على الاقل هدف او هدفين، وده كان وارد جدا في المباراة اللي فاتت، كان ممكن جدا نكون موجودين في المباراة النهائية، لكن قفلنا الصفحة على كده ومركزين مع اللعيبة في البرونزية. كمان اتكلم على الجزء التدريبي، ان هم يعني حتى في الأوقات الصغيرة اللي ما بين المباراتين بيتم التدريب على الفينش وعلى إنهاء الهجمات. ونقطة مهمة طبعا واحنا عارفينها يعني كلاعيبة كرة وجماهير، ان نتكلم ان اللعيبة ما بتضيعش يعني قصد يعني تضيع، مش عايز يكسب، مش عايز يعني، لكن الامور بتبقى زي ما هو قال عناصر كتيرة جدا بتخش فيها عملية، معلش بس بتبقى حرق الدم شوية يعني بينا كلنا واحنا قاعدين بنتفرج، اللعيبة اكتر خلي بالك، بس لان يعني انا بحس كمان باللعيب، لكن هو اكيد اكيد هو شغال على ديت بشكل كويس، لانها نقطة مهمة جدا ونقطة فيصلة زي ما قلت لك. المفتاح السحري للنادي الاهلي هو استغلال الفرص في مبارياته سواء على المستوى المحلي الافريقي الدولي، فهم شغالين على ده بشكل كويس. هل سيستطيع النادي الاهلي استغلال الفرص في مباراه بكره؟ ده اللي احنا كلنا كجمهور ومحبين وعشاق لهذا النادي نتمنى بكره ان شاء الله، ان ربنا يكون موفق جميع اللاعبين اللي يجوا قدام الجون ويعرفوا يجيبوا جون، مش كلهم يعني، لو جبنا 50% من الفرص اللي بتجيلنا هنكسب اي ماتش. 50% فقط من الفرص اللي بتجيلنا هنكسب اي ماتش. كل التوفيق لفريقنا، هذا الفريق اللي يستحق مننا كل التحيه وكل التقدير وكل المسانده وكل الدعم. عندك مدير فني على اعلى مستوى، جميع اللاعبين على اعلى مستوى، من فضل حضراتكم الدعم والمسانده في مباراه بكره علشان نسطر تاريخ كبير جدا جدا، لان اللي جاي هيبقى دايما اصعب، وبعد كده بقى نفكر.